بعده. فضلت الشيخ وفقك الله، ما حكم المنة في العطية؟ هل أنت تقرأ القرآن؟ اقرأ. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت إذا أعطيت فاجعلها لله إن كانت صدقة، وإن كانت هدية فانو بها التقارب بينك وبين الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تهادوا تحابوا، وقال الهدية تذهب السخيمة، يعني ما في القلب من الضغينة وما أشبه ذلك. ولا تمن يا أخي، لا تمن، لكن لا اضرب لي مثلا بالمنة، مثل يقول شرى الخوي من بقالة، فبعد فترة جاء قال أنا شريت لك قبل فترة، شير لي إيش؟ اشترى الخوي من بقالة، إيه؟ فبعد فترة قال خوي شير لي، أنا شاري لك كمان مرة اللي فاتت، قال الخوي شير لي، إيه؟ شاري لك أنا مرة اللي فاتت، إيه؟ لا هذه ما هي طيب، ما هي طيب. أو مثلا يكون أهدى عليه ولما صار بينهم زعل ولا شيء، قال لي هذا جزاء يوم اني اعطيك كذا واعطيك كذا، هذا ما يجوز. نعم.